كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. مشات العوده والكروينه وكل شيء. احنا غادي نوصلوا هذا الخبر اللي قلت لنا حدا باش يشوفوا هذا الصوت. ودابا هذاك داكشي اللي صحيح الحمد لله الخير. نعم اسيدي هذا الواد اكثر من كل شيء. نعم ولا سبيطار لا طريق لا والو. الوليدات دوكا راهم كيضربوا 50 كيلومتر كيديروا على السبت ويجوا. لا شنو هو الخطر اللي كيشكل لكم هذا الواد هذا؟ شنو هو الخطر؟ كيدينا كيدينا وقت الناس عيا مثل قتل معك سبعة الناس فتحت بنادم يقتل الراجل خلى وليداتو يتيمينو مشى في الله تعالى باقيين بكل دروك يتباكاو مساكن العيالات والرجاله وكل شيء. وليدات صغار خلاو وليدات صغار خلاو في اليتامى قفوا تحت اليتامى خلاهم مشى. امتى توفى هذا السيد؟ الاربعاء الاربعاء. نعم الاربعاء كان بيقطع عاد الواد كان بيقطع مسكين داه الواد بكروينته بكل شيء. ضروري يقطع منهم ضروري ضروري يقطعوا. كاين الجماعه تما عندنا كل شيء مسائل تما السوق اسبوعي تما جماعة ضروري كنقطعوا منهم ضروري. والوليات ديال المدرسة كيقطعوا منهم كنمشيو للمدرسة. نعم. وملي سمعوا هاد الواد دا هاد الناس سبعة ديال الناس هاد السيمانة دا. نعم. واحد توفى الله يرحمه ميلود. نعم. سميتي. نعم. والناس الآخرين باقيين مراضين راهم حالة خطيرة إن شاء الله يطلب عليهم الشفاء. والناس دابا التلاميذ ملي سمعوا هاد الناس داهم الواد تخوفوا لي ما بقاوش باغيين يمشوا للمدرسة. قال لك اودي غيدينا الواد. نعم 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 غيدينا الواد ما بقاش ينقطعوا المدرسة بحقية الواد. وانتوما باش كطالبوا الدار هنا شي قنطره مثلا؟ هاد الناس هاد الناس مسؤولين يشوفوا فينا وسيدنا يشوفوا فينا صوبوا لنا هاد القنطره باش الناس يدوزوا للواد والولاد يقراوا ودوزوا القضيه بخير. من المشكل اللي كنطيحوا فيه جميع التلاميذ التلميذين كيسالوا من القرايه ديالهم من الابتدائي كيف يكملوا القرايه ديالهم ما كيخافوا من هاد الواد ما كيخلوهمش والديهم كيخافوا انهم زعما يديهم الواد ولا شي حاجه ما كيقدروش انهم يدوهم والدوره بعيده بواحد الدرجه كبيره عاد بزاف. النقل كيجي مره لا. وكاين واحد المشكله كبيره بزاف عاوتاني هذا النقل ما كيدوش من هنا كيدوب وزن على 2 واحد 60 كيلومتر يعني كيزيد بكم الطريق. أيوة عوض تختصروا الطريق من هنا كيزيد. أيوة بكم الطريق. كيزيد بنا الطريق. كاين زحام 60 تلميذ في نقل واحد 60 تلميذ كاين الدراري كيدوخوا كيتقيا وكاين 60 تلميذ في نقل واحد راه التلاميذ كثار كاع في نقل مدرسي واحد في سياره واحده 60 كيلومتر. 60 كيلومتر حيت الطريق بعيده كيجمعنا في بلاصه واحده بصح. ويعني سمعنا بانه يوم الاربعاء المنصرم توفى شي دري مسكين هنا تيقرا ولا شنو؟ ولا يرديز؟ كان دايز من هنايا وداه الواد كان دايز بيدوز للمركز ديال الجامعه. شحال عنده في العمر تقريبا؟ طلب ديالنا خويا هي القندره. هاد الناس مكرفسين كل شيء في المنطقه هنايا الناس كيغرقوا. نعم الدراري ديال المدرسه الدراري ديال المدرسه لما قطعناهمش ما يقطعوش. نعم ولا كان يعني مثلا الواد فيه الماء الدراري ما كيمشوش للمدرسه. انت دابا كدوز بهاد الكرويله ديالك ديما كدوز بها؟ كندوز بها وكدوز بسلام ولا بعض المرات كتوحل؟ بسلام الحمد لله. ويني بعد النوبه كان الماء كثير بزاف كتوحل تما؟ كتوحل. نعم بغيتي تقطع الواد؟ بغيت نقطع الواد بالكرويله ولا غير على جنب؟ بالكرويله. اييه قايد العوده مشكين عفتح يلا سيدي تجي الله تحت واحد الحفره انا وياها ودانا الواد تقريبا لما دارني جانا هنا القادوش في كاين ذاك راه في الجيم الواد. نعم نعم وعتقونا شي رجال لقيناهم حدا ذاك واحد 15 واحد هما اللي عتقوكم؟ هما اللي عتقونا الكرويله تقلبت راه باقي في وسط الواد لا بال اليوم. نعم العوده ماتت. مثلا انتم وانتبهوا المسؤولين يديروا لنا شي قنطرة يديروا لنا شي مسلك طرقي راهم ما دايرينش والو. الله يهديهم الله يهديهم يكون خير ان شاء الله يكون خير. واحد الواد اللي مأثر على المواطن وعندنا سوق اسبوعي وجامعه والسبيطار وكل شيء داكشي حنا منفردين عليهم بالواد. هاد الدواور باش تقطع على هذوك السبيطار والسميتو. الدواور ماشي قبيله وفيها دواوير فيها اكثر من سبعه الدواوير. نعم. وتقريبا اكثر من 1000 سكن فيها رزيقات فيها الرحاحله. نعم نعم فيها الرحاحله فيها عرابات فيها القريبات فيها السوالمة فيها الشبانات فيها دوار المقدمين فيها القسيمات. هاد الناس كلهم معزولين فيهم قرية بوعدلي. هاد الناس كلهم معزولين. نعم. من فاردين من جهة الواد. دابا حنا كلشي حدانا كلشي حدانا هنا جايين دابا من السوق اسبوعي حتى كتشوف الحالة. شوف شو الحالة كيما كتشوف بعينك. دابا كترطبوا لهم حوايجهم ترطبوا لهم حوايجهم الراجل سوق اسبوعي وعندنا الدعم تم. نهار 10 في شهر 3 اللي دا لينا واحد السيد ميلود السميطي رحمه الله. هاد الناس دابا حنا وقفة من أجله باش يكونوا هاد الناس هذا تشوف داه بكرويلته بكل شيء ليه راه ماشي دوه تدار ليه.
حنا نطلبوا من الناس المسؤولين الله يجازيهم بخير. يكون خير ان شاء الله. نطلبوا من الناس المسؤولين الله يجازيهم خير، لا من العمل ولا من الوزاره ولا من الناس المسؤولين، كل يؤدي الواجب ديالو. اذا تقطعوا عندنا راه ما كاينش يقطع يجيب شي حاجه من هذا الواد ولا من طريق عندنا ولا عندنا شي شانطي ولا شي قيمه عندنا كاع ما كاينه. يعني هذا المشكل تاع القنطره باقي سنوات. القنطره كيسين على من كيجيو لحدا من كيجي الانتخابات كيجيبوا يعششوا هنايا بحال بنديروها تفوت هذاك الشيء زاد. نعم حنا خويا كنعانيو من هذا المشكل ديال هذه القنطره. حنا الناس بغا يديروا غادي الفاكسا ديال كورونا، اضطرينا ندورو 70 كيلومتر عاد باش كنمشيو للمركز الصحي اللي بغينا نديروا فيه الجلبه ديال كورونا. الدراري كيبغيو يمشيو غير الكوليج اللي كيقراو. نعم كنضطروا كندورو 70 كيلومتر عاد باش كيمشيو الكوليج باش كيقراو. عندنا المشكله ديال الواد، مشكله السكينه، يعني منطقه ولا الجرار كتشوف يعني مثلا كيفاش كاينه هذه الصوره فيها واحد 2000 وزياده. زيادة من على العزابة قرية بوعبد اللي هادو كلشي يعني معاناة الساكنة مناش، يعني السلبية والإيجابية هنايا. نعم لأن كاينة الإدارية، إلا عندك شي مشكل ولا شي حاجة وما جيتيش الوقت يعني كيتحمل الإنسان المسؤولية ديالو، بما فيها الوليدات اللي كيضيعوا من المدرسة على حساب الكوليج. عندنا الولاد يعني بسبب هذا الواد هذا. بسبب هذا الواد، إلا بغى يعني مثلا الإنسان بغى يضحي ببنته ودوز واحد 8 كيلومتر ولا القنطرة. نعم راه يعني ما شاء الله غيقوا يوقعوا الاغتصابات خوفا يعني على الانسان على الابناء ديالهم، راهم كيشدوا كينقاطعوا المدرسه بما فيها يعني مثلا الانسان اللي هو يعني مثلا السوق الحاجيات ديال الانسان، عنده وثائق، عنده حوايج يعني مثلا في الجامعه ولا في القياده كيبقى. شوف انت شوف مسكينة. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.